وفشل المفاوضات النووية على ما يبدو مما حدث في العاصمة القطرية الدوحة، هل تعتقد بالحديث عن الخطة باء أو بلان بي بأن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا ستتوجه الإدارة الأمريكية لتفعيل هذه الخطة للضغط على إيران بشكل أكبر؟ أخي أحمد، تحياتي وشكرا للدعوة الكريمة وهذا العرض المتميز دائما معلوماتيا بالرقم وبالصورة وبالحقائق كما تستقيها من مصادر عدة، ولكن من أهم هذه المصادر بالتأكيد هو ما يصرح به علانية. عندما نأخذ التصريح بما هو أبعد من البيان الصحفي أو السكوب الذي أشرت إليه أيضا في سياق العرض، الموقف الأمريكي، الإدارة الأمريكية الراهنة والسابقة لم تختلف أبدا في التعامل مع الملف الإيراني بأنه دائما هناك الخيار الأفضل وهو التفاوض، وذلك لا يعني على الإطلاق غياب الخيارات الأخرى، بمعنى أن الخيار هو الذي يحدد الخطط إن كانت ألف باء جيم وإلى آخره. هناك عدة خيارات دائما توضع بين يدي الرئيس، تقدم الدبلوماسية ممثلة بالخارجية الأمريكية الخيارات، خيارات أخرى تقدمها وزارة الدفاع، وخيارات أهم ولم تغب أبدا عن الساحة الإيرانية والملف الإيراني، وهي خيارات وزارة الخزانة الأمريكية، بمعنى العقوبات التي لا تستهدف النظام فقط وإنما أسماء محددة في النظام داخل النظام الإيراني وعبر أيضا دول مساندة للنظام منها سوريا ولبنان على مستوى الدولة والتنظيمات كذلك. الآن عندما يتحدث الكونغرس بأنه تم الاطلاع سرا وبحث ما هي البلان بي وتساءل الصحافة أيضا أي بلان بي يعني بها الرئيس بايدن، أعتقد تصريحاته اليوم في المؤتمر الصحفي في إسبانيا في ختام أعمال جي 7 ومن ثم ناتو، كان الحديث عندما سئل عن زيارته إلى الشرق الأوسط في سياق حديثه عن الأولويات، بدأ في قضية السلام العربي الإسرائيلي ومر بخلال الطاقة قضية النفط وانتهى واختتم، وهذا هو الأهم في نظري، أن هناك مخاوف من تهديدات إيرانية ويتم بحثها على مستوى المجتمعين في السعودية بمعنى الشق الخليجي العربي، ويذكر بأنه بدأ الزيارة من إسرائيل. هذا ما أفهمه من بلان بي، أن الرد سيكون التحرك ليس منفردا، هو آت من قمتين هامتين جي 7 والناتو، تحدث في الموضوع الأوكراني وتبين أنه مثلا سيقاتل حتى النهاية دون، ورفض في عدد من الأسئلة القول متى ينتهي الدعم الأمريكي الأوكراني. كذلك الحال عندما سئل عن إسرائيل أو في الملف الشرق الأوسط عموما، قال بأن هذه العلاقة التي لا تنفصل بإشارة إلى التحالف مع إسرائيل والصداقة وشراكة مع دول عربية وأقليمية هامة أيضا في الشرق الأوسط، قال أنه لا بد من بحث هذه الأمور وإعداد الترتيب اللازمها. وأعتقد أن القول بأن مفاوضات الدوحة قد فشلت قد يكون مجافي إلى الحقيقة، ربما تعثرت، لأن عندما يتم التعبير دبلوماسيا من الخارجية الأمريكية بأننا disappointed بمعنى خاب أملنا أو لم نكن يعني لنرى النتائج التي كنا نرجوها، هذا لا يعني انقطاع التفاوض والحوار، وأعتقد أنه سيكتسب زخما إضافيا خلال جولة بايدن.